يعني ايه؟ الموضوع كده ما يطمنش. انا بس خايف تكون عملت في نفسها حاجه ولا حد عمل فيها حاجه. الحكايه فعلا تقلق، لازم نهدى عشان نعرف نفكر. نهدى يعني ايه؟ يعني نهدى. هو اي كلام؟ كيمي بتتصل او لا؟ ما ترديش عليها. يعني ايه ما ردش عليها؟ بس هاتي. ايه كيمي؟ ايه يا حبيبي؟ انا عمر يا حبيبتي. لا احنا وصلنا العربيه بتاعتها، هنوصلها ان شاء الله. يا حبيبتي ما تقلقيش، انا بقول لك هنوصلها واوصلها لغايه البيت. حاضر حاضر، هطمنك. ماشي، باي باي. انت ما قلتلهاش ليه؟ يعني حد فيكم كان يعرف يقول لها اما نوصل البيت نبقى نشوف هنعمل ايه؟ يقول لها بقى ولا ما نقولهاش؟ بقول لك يا حسن، خد امسك سوق عربيه كرمه وتعالى ورايا، وانت يا ياسمين تعالى كده معايا. لا ما هو مش وقته، مش وقت دلع. يلا انا هركب مع حسن. ايه هتفضلي واقفة؟ مش هتدخلي؟ تفتكر احس بايه لما ندخل نفس المكان اللي كنا بنتجمع فيه سوا زمان؟ احس بايه واحنا عارفين ومتاكدين ان كارما في خطر؟ ولا انت خلاص كدبت كدبك وصدقت نفسك؟ زي ما فرقتنا بعض هي جمعتنا تاني. احنا متجمعناش يا عمر، مش معنى ان احنا واقفين دلوقتي مع بعض ان احنا في حاجه من زمان هترجع. لا، ده ظرفه هيعدي، واول ما كارما تظهر كل واحد فينا يروح لحاله. لا محدش فينا يروح لحاله. لا اسمعيني كويس، انا مش هكلمك باسلوبي عشان عارف ان دي حاجه ممكن ما تتقبلهاش دلوقتي. اكلمك بلسان كارما، لو كانت موجودة دلوقتي كانت هتقول لك نفس الكلام بالظبط. اللي حصل ده كله عشان دايرتك من مني. ما تستغربيش. بصي يا ياسمين، انا احكي لك الحكاية من الأول براحتك، صدقي اللي تصدقيه. أنا وكارما حاسين بحاجة تجاه بعض، ده ما كانش لا بإيدي ولا بإيديها. بعد كده كارما سافرت لبنان مع كيمي. عارفة سافرت ليه؟ عشان تهرب. عشان مفيش أي حاجة من المشاعر دي تتطور لا ناحيتي ولا ناحيتها. حصل اللي حصل والأزمة اللي مرينا بيها دي، وقعدت فكرت مع نفسي إن أنا كنت غبي. كنت غبي جدا. المشاعر اللي بيني وبين كارما دي ما كانش ينفع تستمر. وحسن برضه اكتشف إن هو جبان، إنه كان المفروض يقول المشاعر اللي هو كاتمها جواه بقاله سنين دي الكارما، ما كانش بيقولها. في الآخر ودلوقتي يعني أنت لو عايزة تنتقمي مني ونبعد عن بعض هتنتقمي مني. بس بعد وقت هتكتشف إنك بتنتقمي من نفسك. ياسمين أنا بحبك. مش عارف أعيش من غيرك. أنا قلت لك كل اللي جوايا، عايزة تصدقيه صدقيه، مش عايزة